الخير على كل مشاهدي قناه النادي الاهلي، برحب بيكم في حلقه جديده من برنامج كلام في الميديا. حلقتنا النهارده هيكون فيها كلام كتير عن النادي الاهلي. طبعا فريقنا باذن الله هيوصل النهارده من الجزائر بعد ما خد مباراه شباب الثوره الجزائري، هيوصل الساعه 6:05 مساء، ومن بكره على طول هنبتدي في الاستعداد لمباراه المقصه في الدوري المصري. المدير الفني مارتين لاسارتي طلب من اللعيبه ان هم يقفلوا ملف البطوله الافريقيه بشكل مؤقت بعد ما انتهت الجوله الثانيه، ويركزوا بس في المباراه القادمه، مباراه مصر المقصه في الدوري المصري، وطبعا مش هتكون مباراة سهلة خالص. فريق مصر المقاصة فريق محترم، وأكيد بيقوده كمان جهاز فني متميز جدا. الفريق بكرة إن شاء الله هيتمرن مساء على ملعب مختار التتش عشان يستعد للقاء. عايز أقول لكم كمان إن سعد سمير وباسم علي وصلاح محسن بقوا خلاص جاهزين للمشاركة في المباريات. الحمد لله خلاص البرنامج العلاجي والتأهيلي انتهى وبقوا جاهزين تماما. لكن برضو للأسف وليد سليمان اتعرض لإصابة قوية في ركبته خلال المباراة الأخيرة، لكن لسه لغاية دلوقتي ما تحددتش فترة غيابه، وهتتحدد بإذن الله بكرة، وهنشوف هو محتاج إن هو يعمل جراحة ولا لأ، وبإذن الله ما يكونش محتاج أي حاجة. وألف سلام على وليد سليمان، لاعب كبير طبعا كل جمهور النادي الأهلي عارفة قيمته وعارفين إخلاصه للنادي الأهلي. هيكون لنا كمان جولة كبيرة جدا في الصحف في المواقع، وهنشوف كمان ايه اللي اتكتب عن النادي الاهلي النهارده، ده غير جولتنا في الاخبار المحليه والعالميه واخبار المحترفين وكمان السوشيال ميديا. وهيكون ضيفنا النهارده استاذ محمد صادق مدير تحرير اخبار الرياضه. لكن بقى قبل ما نبتدي حلقتنا، انا عاوز اقول لكم على حاجه مهمه جدا، رساله يا ريت توصل للكل. جمهور النادي الاهلي ما بيشجعش غير النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي العلاقه بينه وبيننا دي علاقه ابديه، عمره ما شجع ولا هيشجع فريق غير النادي الاهلي، ولو ما يعرفش ده يبقى ما يعرفش حاجه، ما يعرفش النادي الاهلي. الاهلي بكل البطولات اللي حصدها على مدار تاريخه، 40 بطوله دوري، 36 بطوله كاس مصر، 8 بطولات لدوري ابطال افريقيا، كل البطولات السوبر المصري والافريقي، كل ده بمجهود اللعيبه وبتشجيع الجمهور. فريقنا مركز بس في البطولات اللي بيشارك فيها، وجمهوره مش بيفكر ابدا ان هو يشجع او يدعم اي فريق تاني. خلينا بقى نبتدي حلقتنا باهم العناوين. بعثة الأهلي تعود من الجزائر مساء اليوم. الفريق الأول يبدأ الاستعداد لمواجهة المقصة. شفاء ثلاثي الأهلي سعد سمير وصلاح محسن وباسم علي. الأشعة تثبت إصابة وليد سليمان بجزع في الرباط الداخلي للركبة. غدا افتتاح صالة الجمباز في الأهلي بعد تطويرها وتزويدها بأحدث الأجهزة. اتحاد الكرة يضيف الماكس والحربية والدفاع الجوي لملاعب استضافة أمم أفريقيا 2019. الهدف 50 حديث الصحافة الإنجليزية بعد تألق محمد صلاح. نروح معاكم لأهم أخبار النادي الأهلي من الصحافة. الأهرام، الأهلي يتصدر مجموعته الأفريقية بعد فوز كاس حلفيتا كلاب على سيمبا بخماسية، اتجاه للتعاقد مع مدافع جديد، قوت نجيب يقترب من الاعتزال بسبب الإصابة. الأخبار، مكاسب وخسائر للأهلي من مواجهة الثورة الجزائري. أخبار الرياضة، لاسارتي بهدوء شديد، ظروف الثورة كانت صعبة ولا أعرف الدفاع. الجمهورية، الأهلي يستعد للمقصة في الجزائر، لاسارتي راضي بالتعادل وملف الثورة مغلق. الأخبار المسائي، الأهلي يستعد للمقصة من الجزائر، لاسارتي يغلق ملف البطولة الأفريقية ويحارب الإجهاد بالتدوير. روز اليوسف، أخيرا ندفد ينال إشادة جماهير الأهلي. أخبار الرياضة، خالد محمود طبيب الأهلي، ملعب التتش بريء من إصابات النجوم، وليد سليمان دليل براءة جديدة ضد الاتهامات الظالمة في حقه. نروح مع حضراتكم لتفاصيل أهم الأخبار اللي اتقالت على نادي الأهلي في الصحافة، وهنبتدي مع جريدة الأهرام اللي قالت إن اكتسح فيتا كلاب الكونغولي ضيفه سيمبا التنزاني 5-0 خلال المباراة اللي جمعتهم امبارح في الجولة الثانية من المجموعة الرابعة في دوري أبطال أفريقيا، عشان يتصدر النادي الأهلي مجموعته بأربع نقط، وبيجي بعديه فيتا كلاب بثلاث نقط وبفرق الأهداف عن سيمبا التنزاني صاحب المركز الثالث بنفس عدد النقط، وكمان يجي في القاع شبيبة الثورة الجزائري في المركز الأخير بنقطة واحدة. وقالت مصادر خاصة أن لاسارتي لسه بيدرس بقوة مطالبة الإدارة بالتعاقد مع مدافع جديد بعد إصابة أخرى لمحمد نجيب محتاج فيها لثلاث أسابيع راحة سلبية بجانب برنامج تأهيلي كمان، وده طبعا اللي بيعني اقترابه من اعتزال كرة القدم فضلا عن رحيل سليف كوليبالي، ومفيش في النادي الأهلي غير سعد سمير وياسر إبراهيم بس.
جريدة الأخبار كمان قالت إن في مكاسب وخسائر خرج بها النادي الأهلي من مباراته الأخيرة في مواجهة شبيبة الثورة الجزائري الملقب بالنسور، وده طبعا كان على ملعبه وبين جمهوره ضمن منافسات الجولة الثانية لدوري المجموعات في بطولة أفريقيا. حقق النادي الأهلي نقطة ثمينة رفعت رصيده للنقطة الرابعة في المجموعة، وبيعتبر التغلب على مشاكل الإصابات والغيابات والجماهير المتحمسة والمتشوقة طبعا لرؤية النادي الأهلي أسد أفريقيا على ملعبها، ده خلى التعادل والعودة بنقطة من المباراة حاجة كويسة. بيكفي طبعا النادي الأهلي خاض المباراة من غير مهاجم صريح بسبب الإصابات وغياب خط هجومه بالكامل، وليد أزارو، مروان محسن، وصلاح محسن، وكمان عدم قيد جيرالدو الأنجولي أفريقيا، بالإضافة للإرهاق الناتج عن الرحلة الطويلة والصعبة لمواجهة نسور شبيبة الثورة. وكمان من مكاسب النادي الأهلي رجوع النيجيري الخطير أجاي للمشاركة والتألق، وده طبعا اللي بيعد إضافة كبيرة جدا للفريق خلال الفترة اللي جاية. لكن بقى من خسائر النادي الأهلي المؤلمة من المباراة دي إصابة وليد سليمان، من الأمور المزعجة برضو للجمهور عدم ظهور حسين الشحات أقوى صفقات النادي الأهلي والموسم بالشكل اللي كان متوقع منه. كمان أخبار الرياضة قالت إن كشف الأرجواني مارتين لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي إن الخروج بنقطة قصاد فريق شبيبة الثورة في دوري أبطال أفريقيا حاجة كويسة أو إيجابية في ظل الظروف الصعبة اللي بيواجهها النادي الأهلي دلوقتي في لقاء دور المجموعات في جنوب الجزائر. وقال لاسارتي إن بداية الظروف الصعبة كانت في عدم وجود مهاجم من الأساس في المباراة، وده أمر صعب جدا على أي فريق مهما كانت قوته. وقال كمان إن الأزمة الثانية كانت اللعب على نجيل صناعي وفي ملعب ضيق، وده طبعا حاجة مش متعود عليها النادي الأهلي. وقال كمان أن الملاعب دي لا تصلح للعب كرة القدم من الأساس، وعن اللعب بقى بطريقة دفاعية فقال لاسارتي أنه هو ما يعرفش الطريقة دي، ولكن الظروف الخاصة بالمباراة خلته هو لازم يحترم المنافس طالما أن فريقه بيفتقد المقاومات الأساسية عشان يقدر يهاجم. والموضوع برضو تحسن في الشوط الثاني بالتغييرات الإيجابية اللي عملها، وطبعا الأوضاع اتغيرت كتير، وده طبعا بخلاف الهدف اللي أحرزه كريم ميدفيد. وكمان وجه لاسارتي رسالة للجمهور اللي متضايقه جدا من الاداء بالضغوط ان هم لازم يصبروا على الفريق لان هو لسه في البدايه، في بدايه مهمته ومحتاج ان هو شويه وقت عشان يدرس كل لاعب، بالاضافه طبعا لاندماج العناصر الجديده مع اللعيبه القدامى. كمان اخبار الرياضه قالت ان في الوقت اللي بدا فيه مجلس اداره النادي الاهلي اللي هو ينسف ارضيه ملعب مختار التتش في الجزيره بداعي ان هي تسببت في اصابه عديد طبعا من لعيبه النادي الاهلي خلال الفتره اللي فاتت، لكن دكتور خالد محمود طبيب النادي الاهلي كان ليه راي تاني خالص، واتكلم عن كم الاصابات اللي تعرض ليها نجوم النادي الاهلي واللي تسببت طبعا ان النادي الاهلي يفقد الفريق ابرز اللعيبه اللي فيه في المباريات اللي فاتت. وصل الامر لان تكون طبعا احد الاسباب في ضياع بطوله دوري ابطال افريقيا وكمان الخروج من كسبت بطولة كاس زايد للأندية أبطال العرب. حرص طبيب النادي الأهلي في تصريحاته على التأكيد إن إصابات لعيبة الفريق في بداية الأمر قدر ومكتوب، وده حاجة ما يقدرش يتسبب فيها أي لاعب بيمارس أي رياضة، ومش بس كرة القدم، ده بيتكلم على أي رياضة تانية. وقال كمان خالد محمود إن التعرض اللي هو تعرض له من هجوم في الفترة اللي فاتت وصل الموضوع طبعا للمطالبة برحيله من منصبه، وده في حد ذاته بيمثل ضغط نفسي كبير جدا عليه لأن هو بريء من كل الإصابات دي، وأي طبيب تاني لو مكانه في الفريق هيتعرض لنفس الانتقادات، لأن طبعا وظيفته في النهاية هي علاج اللعيبة من الإصابات واللي بتحدث ليهم طبعا، هو مش متسبب في أي إصابات سواء في التدريبات أو في المباريات. وحرص طبيب النادي الأهلي برضو أنه يأكد أن وليد سليمان لعب الفريق سبب من أسباب براءته، خصوصا أنه تعرض لنفس الهجوم مؤخرا لما تخلف وليد سليمان عن المشاركة في إحدى التدريبات بعد ما وصلوا للجزائر قبل مباراة شبيبة الثورة في دوري أبطال أفريقيا. وقال كمان نفس الهجوم ده او بسبب نفس الهجوم ده ظهرت براءته من الظلم لما نجح ان هو يعالج صباع رجل وليد سليمان واللي كان بيشتكي من كدمه قويه جدا، وشارك في المباراه اساسي برغم ان هو كان مصاب بجزع في الرباط الداخلي للركبه في نهايه المباراه. فده طبعا بيؤكد ان هو تعرض لاصابه ثانيه غير اللي كان متعرض ليها قبل ما يبتدي اللقاء، وقال ان ده في النهايه او قال في النهايه ان هو حريص جدا على توضيح الامور عشان ما يتقالش انه بالفعل مذنب في الاصابات دي، وان هو في النهايه بيتقبل اي قرار من مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه كابتن محمود الخطيب ان هو يرحل او يستمر مع الفريق، لانه طبعا راضي عن اللي بيقدمه من جهد مخلص على مدار مهمته واللي اتكلف بيها في منصبه.
تابعنا معاكم اهم الكلام اللي اتقال عن النادي الاهلي في الجرايد. دلوقتي تعالوا نشوف اهم اخبار النادي الاهلي من على مواقع الانترنت. الموقع الرسمي للنادي الاهلي: السفير المصري في الجزائر يودع بعثه الاهلي قبل العوده للقاهره. بوابه اخبار اليوم: الاهلي يبدا استعداده للمقصه عصر الاثنين. بوابة الأهرام: محمد يوسف يتحدث عن تصدر الأهلي في أفريقيا ومواجهة المقصة في الدوري. اليوم السابع: تضاءل فرص مشاركة جيرالدو مع الأهلي أمام المقصة. يلا كورة: طبيب الأهلي يعلن عن تفاصيل إصابة وليد سليمان ويصرح قد يحتاج لتدخل جراحي. القاهرة 24: نادر شوقي محمد محمود سيغيب عن الملاعب 8 أشهر. كورة: ثلاثي الأهلي جاهز لمواجهة المقصة. الوفد: لاسارتي يحسم القائمة الأفريقية للأهلي بعد رحلة الجزائر. نروح مع حضراتكم لتفاصيل أهم أخبار النادي الأهلي من على مواقع الإنترنت، ونبتدي بالموقع الرسمي للنادي الأهلي اللي قال إن أيمن مشرفة السفير المصري في الجزائر وبرفقته طاقم السفارة، بالإضافة لمسؤولين شركة المقاولين العرب، علاء الزغبي مدير الشؤون المالية، وأسامة تمام المدير الإداري، وكمان بعض العاملين هناك، حرصوا على وداع بعثة الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي في مطار هواري بومدين، وده طبعاً قبل ما يغادر أو تغادر البعثة من الجزائر بعد مواجهة شبيبة الثورة الجزائري. وهترجع بعثة النادي الأهلي في طيارة النهاردة للقاهرة بعد الانتهاء من مباراة شبيبة الثورة واللي أقيمت في الجزائر وانتهت بالتعادل الإيجابي ما بين الفريقين بهدف لكل فريق، وده في إطار مواجهات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة واللي بتضم فيتا كلاب الكونغولي، سيمبا التنزاني، وشبيبة الثورة الجزائري، بالإضافة للنادي الأهلي في دوري أبطال أفريقيا. كمان بوابة أخبار اليوم قالت إن بيؤدي الفريق الأول لكرة القدم في الأهلي تمرينه عصر يوم الاثنين على ملعب مختار التتش استعدادا لمواجهة مصر المقصة، اللي هتقام يوم الخميس الجاي إن شاء الله على استاد برج العرب والمؤجلة من الأسبوع ال11 في بطولة الدوري العام. وطبعا الفريق بدأ استعداداته امبارح بعد عمل تدريبات في فندق الإقامة في ولاية بشار بعد مباراة شبيبة الثورة، وطلب الأرجواني مارتين لاسارتي المدير الفني للفريق من اللعيبة إن هم يركزوا في بطولة الدوري العام عشان يكملوا مسيرة الفريق ويرجعوا للتواجد في المكان المفضل للنادي الأهلي في البطولة. كمان بوابة الأهرام قالت أن محمد يوسف المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم قال أن تصدر النادي الأهلي لقمة المجموعة الرابعة في دوري أبطال أفريقيا بيعد دفعة معنوية قوية على المستوى الأفريقي والمحلي ونقطة انطلاق كويسة جدا للفريق خلال المرحلة اللي جاية عشان يقدر النادي الأهلي أن هو يحصد الألقاب، خصوصا في وجود الجهاز الفني الحالي بقيادة الأرجواني مارتين لاسارتي. وقال كمان يوسف أن التعادل الأخير للنادي الأهلي قصاد الشبيبة أمر إيجابي، خصوصا أن الفريق كان متأخر بهدف وقدر ان هو يرجع ويحقق التعادل عشان يوصل لاربع نقط ويتصدر قمه المجموعه الرابعه. وقال كمان ان الاهلي بيمتلك جهاز فني عنده طموح في تلبيه رغبه الجمهور ولاعبين على قدر عالي من المسؤوليه بغض النظر عن اسم اللاعب اللي بيشارك. واتكلم برضو المدرب العام عن مباراه مصر المقصه في بطوله الدوري المصري واللي هتقام ان شاء الله الخميس اللي جاي والمؤجله من الاسبوع ال11 في الدوري العام، واكد ان النادي الاهلي قفل ملف البطوله الافريقيه قبل ما يرجع من الجزائر، وبقى التركيز دلوقتي منصب بس على مباريات الدوري المصري، خصوصا طبعا ان الفريق قدامه تحدي كبير عشان يستعيد مكانته في جدول المسابقه. كمان اليوم السابع قال ان بيخضع الانجولي جيرالدو لاعب النادي الاهلي لفحص طبي في تمرين الفريق واللي هيقام بكره يوم الاثنين على ملعب مختار التتش عشان يطمنوا على حالته ويحددوا فتره علاجه وميعاد رجوعه مره ثانيه للتمرين الجماعي. اتعرض طبعا جيرالدو لاصابه بشد في العضله الخلفيه وده كان خلال مشاركته في مباراه سموحه الاخيره في بطوله الدوري المصري ممتاز. غاب اللاعب عن التمرين الجماعي وكمان قلت فرص الحاق جيرالدو في مباراه مصر المقصه قبل ما يخضع للفحص الطبي بسبب
طبعا رغبه الجهاز الطبي ان هم يامنوا رجوع اللاعب وما يتعرضش لمضاعفات، وكمان بيتوقف تحديد فتره علاجه بشكل نهائي وميعاد رجوعه مره ثانيه بعد الفحص الطبي. شارك جيرالدو لاول مره مع النادي الاهلي في مباراه سموحه اللي كانت مؤجله من الاسبوع ال15 في بطوله الدوري العام، وانتهت طبعا بفوز النادي الاهلي، وخرج اللاعب الانجولي بعد ما تعرض لاصابه في العضله الخلفيه. كمان موقع يلا كورة قال ان خالد محمود طبيب النادي الاهلي اعلن عن تفاصيل اصابة وليد سليمان لاعب وسط النادي الاهلي واحتمالية خضوع اللاعب لعملية جراحية. صرح طبيب النادي الاهلي وقال ان الاشعة اللي عملها وليد سليمان اثبتت تعرضه لاصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة، وجزع كمان في رباط صابونة الركبة، واصابة خفيفة في الغضروف. وقال كمان ان فترة علاج اللاعب ومدة غيابه هيتم تحديدها بشكل نهائي بعد ما يتأكدوا من مدى حاجته للجراحة، ولا هيكتفي بس بالعلاج بسبب طبعا إصابة غضروف الركبة. كمان القاهرة 24 قالت ان نادر شوقي وكيل اللعيبة اتكلم عن محمد محمود لاعب النادي الاهلي واصابته، وكمان سفره لالمانيا يوم الاحد عشان يخضع لعملية جراحية في الرباط الصليبي. وقال شوقي في تصريحات ليه النهارده هنسافر لالمانيا عشان نعمل العملية الجراحية، واللاعب مش هيأدي فترة التأهيل هناك. وقال كمان ان محمود ممكن يغيب 8 شهور عن الملاعب، لان التسرع في عودة اللاعب في الحالات اللي زي دي بتأدي اكيد لتجدد الاصابة. كمان موقع كرة قال ان النادي الاهلي النهارده الحد اعلن جاهزية الثلاثي سعد سمير باسم علي وصلاح محسن لعيبه الفريق عشان يرجعوا مره ثانيه للتدريبات الجماعيه ويقدروا يشاركوا في المباريات بشكل طبيعي بعد التعافي من الاصابات اللي كانوا تعرضوا ليها. كمان الدكتور خالد محمود طبيب النادي الاهلي قال ان حاله الثلاثي سعد سمير وباسم علي وصلاح محسن بتسمح ليهم ان هم يكونوا متواجدين في التمرين الجماعي بعد الخضوع لبرنامج تاهيلي مكثف، بعد كده طبعا خضعوا لبرنامج بدني عشان يتم تجهيزهم بشكل كويس للمشاركه في التمرين الجماعي والعوده كمان تواجد في المباريات الرسمية. قال كمان طبيب النادي الأهلي أن مروان محسن هيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي يستمر خلال فترة تتراوح ما بين 3 لـ4 أسابيع بعد ما تعرض لإصابة في العضلة الأمامية. والوفد كمان قال ان الارجواني مارتين لاسارتي المدير الفني للنادي الاهلي هيعمل جلسه مهمه مع الجهاز المعاون بكره يوم الاثنين عشان يناقشوا الاسامي المرشحه للقيد في القائمه الافريقيه قبل ما يتقفل باب القيد اللي طبعا هيتقفل في 30 يناير اللي جاي، وبيتبقى للنادي الاهلي مكانين بس فاضيين في القائمه الافريقيه، ومستني المكانين دول 5 لعيبه صالح جمعه واحمد الشيخ ومؤمن زكريا ومحمود وحيد ورامي ربيعه، وان كان طبعا الاخير لم يتم قيده برضه محليا عشان الإصابة اللي منعت قيده برضو في الصيف اللي فات. هيرجع النادي الأهلي من الجزائر النهاردة مساء يمكن الساعة 6:05 بالتحديد، وطبعا ده كان بعد ما تعادل مع شبيبة الثورة الجزائري بهدف لهدف يوم الجمعة اللي فاتت في الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا. ومن المقرر أن الأسارتي هيبحث مع المعاونين اللي معاه الأسامي المرشحة للقيد في الملحق الأفريقي قبل يوم 30 يناير الجاري، وبيتنافس طبعا الخماسي جمعة ووحيد والشيخ وربيعة وزكريا، وإن كان طبعا الأخير مرشح بقوة للرحيل عن النادي الأهلي برضه في يناير الجاري بسبب عدم المشاركة وعدم القيد الأفريقي لحد دلوقتي. مشاهدينا معادنا مع فاصل سريع ونرجع نكمل معاكم بقية فقرتنا في كلام في الميديا، خليكم معانا. سريعا لسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا. قبل ما نروح لاهم اخبارنا المحليه والعالميه وكمان اخبار محترفينا في الخارج، عايز اقول لكم طبعا ان بكره باذن الله هيتم افتتاح صاله الجيمنيزيوم الخاصه بالنادي الاهلي بعد ما تم بقى تطويرها وتزويدها باجهزه حديثه، طبعا دي صاله الجمباز، وده كان من احد وعود كابتن محمود الخطيب ومجلسه، وده كان طبعا ضمن مشروع عيله النادي الاهلي، وتم تنفيذ الوعد ده، وكان في طبعا شركات كتيره شركات عالميه بتشرف على تطوير الصاله عشان تبقى على الطراز العالمي. بكره ان شاء الله هيكون افتتاحها الساعه 5 مساء، وعشان بقى نعرف تفاصيل اكتر هينضم لينا دلوقتي استاذ خالد مرسي مدير فرع النادي الاهلي الجزيره.
مساء الخير على حضرتك يا استاذ خالد. مساء الخير حضرتك. منورنا اكيد في قناه النادي الاهلي. وطبعا في البدايه كده عايزه اعرف من حضرتك المراحل اللي مرت بيها صاله الجمباز عشان توصل للمرحله دي او توصل للشكل اللي هيتم بيها الافتتاح ان شاء الله بكره الساعه 5. طبعا في البدايه برحب بيكم. احنا الحقيقه يعني على وعد كان على مجلس الاداره ورئيس مجلس الاداره في سياسه النادي الفتره اللي فاتت كلها في التطوير وتحديث كل ما هو موجود في الثلاث قرى بتاعتنا واستمرارا الحقيقه لوعود مجلس الاداره وتنفيذ على برنامج عائله الاهلي. ان شاء الله بكره عندنا افتتاح كبيره المقر الرئيسي للنادي افتتاح صاله الجمباز حقيقه على احسن طراز عالمي وان شاء الله بكره برضه في افتتاح لصاله التنس الطاوله برضه في نفس الوقت ان شاء الله الساعه 6 بحضور الكابتن محمود صبيح ان شاء الله وباقي اعضاء مجلس الاداره والاداره التنفيذيه بفضل الامين محمد مصطفى ان شاء الله يبقى على المستوى المطلوب اللي هو بينافس قيمه النادي الاهلي احدث ادوات رياضيه جت للصاله على طراز عالمي حقيقي ده صحيح. احنا دايما هل كان في شركات عالميه استاذ خالد هل كان في شركات عالميه بتشرف على تطوير الصاله؟ معلش يا فندم اتفضل. هل كان في شركات عالميه بتشرف على تطوير صاله الجمباز جوه النادي الاهلي؟ طبعا شركه عالميه هي اللي جايه الادوات كلها من الخارج وهي اللي بتشرف على ترتيبها وفي تعليمات ازاي اتحطت ازاي ترتيبها ازاي التنسيق طبعا مع الاداره الفنيه والاداريين بتوع اللعبه وكل حاجه منظمه الحقيقه بترتيب كامل وان شاء الله يبقى على الحدث على قد زي ما انا بقول لحضرتك كده على قد قيمه النادي الاهلي افريقيا طبعا وعربيا وعالميا هي اللعبه الحقيقه هي زي ما قلت لهم عمرها النادي الاهلي بيبقى اتفاق ان شاء الله هيشوفوا صاله حديثه طراز عالمي ان شاء الله يبقى ده كبء لكل النوادي الحقيقه دايما النادي الاهلي معود الناس كلها ان هو دايما ليه كبء دايما اكيد طبعا اي شيء جديد اكيد طبعا. لو سالت حضرتك عن احدث الاجهزه اللي تم تزويد الصاله بيها والله بص كل اجهزه الجمباز حديثه يعني انا يعني تكنيكال بالظبط يعني موجوده انا في الصاله دلوقتي وانا بكلمك المتوازي والحصان والحاجات دي كلها والمراتب ويعني كل الادوات اللي ممكن تتخيليها حضرتك على الطراز العالمي هي موجوده حاليا على احدث مستوى يعني احنا جبنا احدث مستوى لصالات الجمباز في العالم كله هي موجوده عندنا في حضرتك. استاذ خالد مرسي مدير فرع الجزيره في النادي الاهلي بشكرك جدا على التواجد معانا وان شاء الله يكون افتتاح يليق باللي انتم عملتوه بالمجهود اللي بذلتوه في الفتره الاخيره وبنرجع تاني مره مع حضراتكم. طبعا زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي قدامكم على الشاشه طبعا ده الاستعداد للافتتاح بتاع بكره واثناء طبعا تركيب الاجهزه والعمال قدامكم اهي بتبتدي ان هي تستعد لافتتاح بكره ان شاء الله يكون الافتتاح ده يليق باسم النادي الاهلي وبالتطوير اللي حصل في الفتره اللي فاتت. نرجع بقى مع حضراتكم مره ثانيه ونروح لاهم الاخبار المحليه والعالميه وكمان اخبار محترفين في الخارج. اليوم السابع اتحاد الكرة يضيف المكس والحربية والدفاع الجوي لملاعب استضافة أمم أفريقيا 2019. الوفد جهاد جريشة وأحمد حسام طه وأبو الرجال يديرون لقاءات أمم أفريقيا. الشروق رمزي نصحت أنني بالرحيل عن الأرسنال واللاعب متردد. البوابة نيوز هاني رمزي عملية الإحلال والتجديد في المنتخب تأخرت كثيراً. صدى البلد عصام عبد الفتاح طاقم تحكيم اوروبي لمباراه الزمالك وبيراميدز. بوابه الاخبار رسميا الاسماعيلي يشكو حكم مباراه الافريقي التونسي. الفجر بتروجيت ينفي رحيل مؤمن سليمان. في الجول كلوب لحسن الحظ كان صلاح متواجد في المكان المناسب امام كريستو بالاس. الشروق قائد ليفربول صلاح يتسبب في كوابيس للمدافعين. سوبر كورة الهدف 50 حديث الصحافة الإنجليزية بعد تألق محمد صلاح. فيتو محمد صلاح ينتظر تحقيق 3 أحلام لحصد لقب الأفضل في 2019. سكاي سبورت حرب بين ليفربول واليونايتد على كريستيانو رونالدو الجديد.
سبورت 360 مورينيو علمت ريال مدريد كيف يحصد الألقاب وأنهيت مجد برشلونة. فاز كريستيانو رونالدو يواصل ضغطه على مارسيلو من أجل اليوفنتوس. نروح مع حضراتكم سريعا لتفاصيل أهم الأخبار المحلية ونبتديها من اليوم السابع اللي قال إن قرر مجلس إدارة اتحاد الكورة برئاسة هاني بوريدة إضافة ملاعب الماكس والكلية الحربية والدفاع الجوي للملف المصري الخاص باستضافة بطولة أمم أفريقيا 2019. اتحاد الكورة اختار 6 ملاعب قبل كده رئيسية عشان طبعا يسند ليهم المباريات، منهم استاد القاهرة والسلام واسكندرية والإسماعيلية والسويس وبورسعيد قبل ما يضيف الملاعب الأخيرة كملاعب احتياطية. كمان الوفد قالت ان استقرت لجنة الحكام في الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف على اختيار حكمين ساحة واثنين مساعدين من مصر عشان يشاركوا في ادارة مباريات بطولة كاس الامم الافريقية 2019 في مصر. كشف كمان مصدر في تصريحات خاصة ان الاتجاه الاقرب لمشاركة جهاد جريشة وكمان بجانب حكم من الثلاثي ابراهيم نور الدين محمود البنا او امين عمر. وقال كمان ان على مستوى المساعدين فان الاقرب هم أحمد حسام طه ومحمود أبو الرجال. كمان البوابة نيوز قالت أن أكد هاني رمزي المدير أو المدرب العام للمنتخب الوطني أن الكرة المصرية بتعاني من أزمة في مركز المهاجم الصريح. قال كمان رمزي باب المنتخب مفتوح قصاد كل لعيبة الدوري المصري خصوصا وأن عملية الإحلال والتجديد في المنتخب اتأخرت بشكل كبير. كمان بوابة الأخبار قالت أن تقدم النادي الإسماعيلي بشكوى رسمية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف ضد طاقم الحكام الكاميروني بقيادة نيانت واللي أدار مباراة النادي والأفريقي التونسي واللي أنهاها برضو في الدقيقة 86 من زمن اللقاء. كمان مندوب نادي الإسماعيلي النهاردة الصبح سلم الشوكوى وكان مرفق فيها سيديهات بتوضح الأزمة واللي تسبب فيها الحكم الكاميروني نيانت وقراراته العكسية ومنها احتساب ضربة أو ضربة حرة خارج منطقة الجزاء على مدافع الإسماعيلي ريتشارد بافور في الدقيقة 44 وكان تراجع عن قراره واحتسبها ضربة جزاء على الدراويش. كمان الشروق قالت ان هاني رمزي المدرب العام للمنتخب الوطني قال ان هو نصح محمد النني لاعب وسط ارسنال الانجليزي ان هو يدور عن نادي تاني وينتقل لصفوفه نظرا لعدم المشاركه مع الجانرز في الموسم الحالي. وصرح رمزي وقال ان هو اتكلم مع النني اكتر من مره وطلبه بالانتقال لنادي تاني يديله فرصه اكبر ان هو يلعب زي ما عمل محمد صلاح لما كان في تشيلسي. وقال كمان مدرب المنتخب ان النني متردد ان هو ياخد قرار الرحيل واتكلم معاه ان هو لسه قدامه فرصه كبيره بالانتقال لنادي تاني يرفع من مستواه الفني والبدني ويضاعف من قيمته السوقية. كمان الفجر قالت ان نفى حمادة انور مدير الكورة في فريق باتروجيت ان اللي اتقال خلال الساعات اللي فاتت عن التفاوض مع مدربين لتولي تدريب الفريق بدل من مؤمن سليمان المدير الفني الحالي للفريق. وقال كمان حمادة انور ان باتروجيت عنده ثقة وعنده دعم كبير لمؤمن سليمان المدير الفني للفريق وهو دلوقتي بيعمل على توفير كافة الاحتياجات عشان يقدر يحسن من وضع الفريق في جدول الدوري المصري. وقال كمان حمادة انور ان باتروجيت بيحترم الاندية التانية ومش هيتفاوض مع مدربين متعاقدين مع أندية في وسط الموسم. نروح بقى معاكم لاخبارنا العالميه واخبار محترفينا في الخارج. ويورجن كلوب المدير الفني لليفربول الانجليزي اشاد بالنجم محمد صلاح واللي سجل هدفين في الفوز الصعب جدا على كريستال بالاس 4-3. وقال كلوب في تصريحات ابرزها الموقع الخاص بنادي ليفربول لقد كانت مباراه مفتوحه استحوذنا على الكره في معظم فترات المباراه وسعيد بتواجد محمد صلاح في المكان المناسب في الهدف الثالث. كمان الشروق قالت ان جوردن هادرسون قائد ليفربول الانجليزي قال ان محمد صلاح نجم المنتخب الوطني وهداف الفريق بيتسبب في كوابيس للمدافعين وده بعد تسجيله لهدفين في فوز الريدز 4-3 على كريستال بالاس مساء يوم السبت في الجوله 23 من البريمير ليج. وكمان قال هادرسون في تصريحات للموقع الرسمي لليفربول ان محمد صلاح بيتسبب في كوابيس للمدافعين في كل المباريات وكان طبعا رائع كالعاده واتكلم عن الانتصار على كريستال بالاس. وقال قائد ليفربول
لانه فوز كبير، كل مباراه بتكون كبيره بالنسبه لينا. ثلاث نقط مهمين، كانت مباراه صعبه جدا ولم نقدم الاداء الذي نريده، يمكننا ان نكون افضل بكثير في السيطره. كمان سوبر كورة قالت أن وسائل الإعلام العالمية أفردت مساحات واسعة للكلام عن محمد صلاح نجمنا المصري ونجم ليفربول الإنجليزي في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتازة والبريمير ليج. البداية هنبتديها من ESPN اللي اتكلمت برضو عن محمد صلاح واللي أنقذ ليفربول من السقوط أمام كريستال بالاس بعد ما سجل هدفين عشان يكون أول لاعب مصري وعربي في التاريخ يقدر أن هو يحرز 50 هدف في مسابقة البريمير ليج. وقالت كمان أن محمد صلاح أثبت للكل خلال مباراة كريستال بالاس الإنجليزي قدرته على التمركز الجيد جوه منطقة الجزاء. وكمان صحيفة الجارديان الإنجليزية فبرضو اتكلمت عن معاقبة محمد صلاح لحارس ودفاع كريستال بالاس على الأخطاء اللي ارتكبوها خلال المباراة عشان يسجل هدفين ويرفع رصيده من الأهداف في تاريخ مشاركاته في مسابقة البريمير ليج لخمسين هدف. كمان قالت هيئة الإذاعة البريطانية BBC أن محمد صلاح أنقذ ليفربول من تلقي الهزيمة الثانية في النسخة الحالية من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز أو البريمير ليج قصاد كريستال بالاس بعد ما سجل هدفين في مباراة الأهداف السبعة. كمان صحيفة ستار سبورت وصفت أداء مثلث ليفربول الهجومي واللي بيضم صلاح وفيرمينيو وساديو ماني، وقالت أن وصول النجم المصري للهدف الخمسين في الدوري الإنجليزي شيء رائع. كمان قالت شبكة CNN الإخبارية الأمريكية في عنوانها إنجاز تاريخي جديد لمحمد صلاح، الفرعون يقود ليفربول للفوز الصعب على كريستال بالاس. كمان قالت صحيفة دايلي ميل الإنجليزية إن هدف ليفربول الثالث اللي سجله محمد صلاح واستغل فيه خطأ حارس مرمى كريستال بالاس جوليان سبيروني في إبعاد الكرة كان حاسم في نتيجة اللقاء. وكمان قالت صحيفة إكسبرس إن محمد صلاح اللي بيتربع على عرش هدافين إنجلترا سجل ثنائية في شباك كريستال بالاس. صحيفة سان الإنجليزية كمان قالت أن محمد صلاح عزز من أمال ليفربول في الحصول على لقب الدوري الإنجليزي بعد غياب 29 سنة بعد ما سجل هدفين في فوز ليفربول على كريستال بالاس برباعية. كمان فيتو قالت ان بيحلم محمد صلاح ان هو يحقق الحلم الاكبر في السنه دي، وهو طبعا الفوز بجائزه الفيفا لافضل لاعب في العالم عشان يخلد اسمه بحروف من ذهب في سجلات الكوره العالميه كواحد من الاساطير اللي عرفتهم كره القدم في العالم. بياخد محمد صلاح اختبارات صعبه لازم ان هو يتخطاها بنجاح عشان يقدر ان هو يحقق حلمه ده، واولها ان هو لازم ينجح ان هو يقود ليفربول للحصول على لقب البريمير ليج او الدوري الانجليزي في الموسم الحالي. الاختبار الاصعب اكيد قدام محمد صلاح عشان يضمن برضه ان هو ينافس على لقب الافضل في السنه دي هيكون ان هو يقتنص لقب دوري الابطال الاوروبي مع ليفربول. طبعا يقود محمد صلاح ليفربول للفوز بالجائزه دي، جائزه دوري ابطال اوروبا، أكيد ده هيقربه كتير جدا إن هو ينتزع جايزة أفضل لاعب في العالم. وأكيد بيأمل محمد صلاح في قيادة منتخب الفراعنة إن هو يفوز في بطولة أفريقيا وأمم أفريقيا 2019 واللي بتنطلق في مصر في شهر يونيو اللي جاي. وفي حالة الفوز بالبطولة دي أكيد هتساهم برضه لحد كبير جدا في ترجيح كفة اللاعب المصري عشان يفوز بجايزة الفيفا كأفضل لاعب في العالم في العام الحالي. كمان سكاي سبورتس قالت ان في حرب جديده ما بين الغريمين التقليديين في الدوري الانجليزي او البريمير ليج مانشستر يونايتد وليفربول الانجليزي، ودي يعني هتبتدي في المرحله الحاليه، وده بسبب طبعا التعاقد مع كريستيانو رونالدو الجديد. وفقا لصحيفه مانشستر ايفنينج نيوز دخل نادي الشياطين الحمر في معركه سوقيه مع ليفربول الانجليزي عشان يتعاقدوا مع نجم بنفيكا البرتغالي جواو فيليكس. وقالت وسائل اعلام برتغاليه ان ليفربول قدم بالفعل عرض للاعب وقيمته 77 مليون دولار عشان يتعاقدوا معاه في الشتاء اللي جاي عشان يقدروا هما يعززوا من ثلاثي الهجوم صلاح وماني وفيرمينيو، لكن بنفيكا رفض العرض المقدم.
كمان سبورت 360 قالت ان صرح البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فريق مانشستر يونايتد الانجليزي السابق بانه علم ريال مدريد الاسباني في فتره توليه مسؤوليه تدريب المرنجي ازاي يتوجوا بالالقاب، وكمان كسر هيمنه برشلونه وقال انه اتم عمله في ريال مدريد على اكمل وجه. قال كمان جوزيه مورينيو لما وصلت لمدريد ما كانوش يعرفوا اي حاجه عن الانتصارات لان هم كانوا خلاص نسوها، وكمان قال لما تاهلنا لنهائي الكاس وهزمنا برشلونه كان ريال مدريد ما حققش اللقب ده من 25 سنه، ولحد دلوقتي هم ما حققوش لقب الدوري غير مرتين بس في اخر 10 سنين. وقال كمان طبعا ريال مدريد حقق دوري ابطال اوروبا 4 مرات في اخر 5 مواسم، لكن ما كانتش هي دي قصتي، لان قصتي في الفتره دي كانت برشلونه ان هو كان افضل نادي في العالم، لكن انا لما رحت لاسبانيا كسرت المعادله دي، عشان كده بقول اني اديت مهمتي في ريال مدريد على اكمل وجه. وبينضمنا دلوقتي عبر الهاتف استاذ عادل كريم المحلل الرياضي. مساء الخير على حضرتك. اهلا مساء الخير، ازيك يا شيماء؟ منورنا اكيد في كلام في الميديا على قناه النادي الاهلي، وطبعا الناس كلها بتتكلم من امبارح للنهارده على انجاز محمد صلاح، تسجيله ل 50 هدف، وطبعا هو اصبح اول لاعب مصري وعربي بيوصل للرقم ده في البريمير ليج. خلينا نتكلم في البدايه عن محمد صلاح. اكيد طبعا هو صلاح كمان مش بس اول لاعب عربي وافريقي يوصل للرقم ده بالسرعه دي، يعني انما هو كمان ثاني لاعب في تاريخ ليفربول يوصل للرقم ده بنفس الرقم مع فرناندو توريس، 50 هدف في 72 مباراه، وما بيفرقش عنه يمكن غير الان شيرر وجون ستورا، يعني هو ثالث احسن لاعب في تاريخ الدوري الانجليزي يوصل، او ثالث اسرع لاعب في تاريخ الدوري الانجليزي يوصل للرقم 50 هدف. هو سجل هدفين مع تشيلسي و48 مع ليفربول، طبعا ارقام كلها مميزه جدا وكلها بتاكد ان صلاح مش الموسم اللي فات ما كانش طفره ولا حاجه ولا وان سيزون هو مجرد موسم واحد زي ما البعض قال، لا بالعكس هو فعلا صلاح دلوقتي احد افضل لاعبي العالم ويستحق فعلا المكان اللي هو وصل له. صحيح. طيب انا عايز اسال حضرتك على حاجه دلوقتي، طبعا اكيد كل المصريين ما يهمهمش اكتر من ان محمد صلاح يفوز بجائزه الفيفا كافضل لاعب في 2019، وعارفين ان احنا هو قدامه 3 تحديات لازم يجتازهم عشان يقدر ان هو يفوز اللقب ده ويحرز اللقب ده في العام الحالي، يمكن اولهم البريمير ليج وفوز ليفربول بالبريمير ليج في الموسم الحالي، اكيد كمان تشامبيونز ليج، وبرده فوز مصر او قيادته لمنتخب مصر في امم افريقيا 2019. خلينا نبتدي معاك مع البريمير ليج وحظوظ كمان ليفربول بالفوز بالبريمير ليج في الموسم الحالي. اكيد طبعا، ويمكن كمان في نقطه مهمه جدا ان ليفربول ما فازش بالبريمير ليج من سنه 90، يعني صحيح. من 29 سنه وجود صلاح وليفربول الموسم اللي فات عمل موسم كويس جدا، ووصول الفاينل تشامبيونز ليج، السنه دي الفريق بيتصدر الدوري بعد 23 جوله، يعني فاضل 15 جوله على نهايه الدوري، فارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي، وطبعا كان 7 نقاط لغايه ما سيتي كسب ليفربول في المباراه اللي كانت من 3 اسابيع. لكن تصدر ليفربول للدوري لغايه دلوقتي، الارقام اللي ليفربول عاملها اللي هي تعتبر الارقام الافضل في تاريخ ليفربول منذ بدايه البريمير ليج، كل ده بيدي امل كبير جدا لجماهير ليفربول ان الفريق يتوج بالدوري السنه دي. ليفربول ما قدرش ولا نقطه امام فرق من خارج التوب 6 او الفرق الكبيره في الدوري، ما خسرش غير مباراه واحده بس قدام مان سيتي، فاعتقد الجولات اللي جايه هتبقى حاسمه جدا ومهمه جدا. يمكن الحاجه اللي هتكون في صالح ليفربول ان الفريق عنده راحه 11 يوم الفترة اللي جاية، لأن الأسبوع الجاي في كأس الاتحاد الإنجليزي ليفربول خرج من البطولة، فيمكن الفريق داخل معسكر في دبي لمدة 9 أيام. يورجن كلوب شايف إن ده هيحكي كويس جدا وتدي زي ريفرشمنت أو انتعاش للفريق في الفترة اللي جاية. أعتقد الجولات اللي جاية لغاية نهاية فبراير لغاية ما الشامبيونز ليج يرجع تاني هتبقى مهم جدا، لو ليفربول ما قدرش فيها نقط خاصة إن سيتي هيخش اختبارين صعبين ورا بعض قدام أرسنال وقدام تشيلسي، أعتقد دي هتفرق كتير قوي في مسيرة ليفربول نحو لقب الدوري السنة دي إن شاء الله. طيب بالنسبة للشامبيونز ليج، الشامبيونز ليج طبعا ليفربول كان اتعرض لموقف صعب في المجموعه لما خسر من باريس سان جيرمان وخسر من ريد ستار، فكان الموقف صعب جدا قدام نابولي في المباراه الاخيره، لكن صلاح برضه هو اللي حسم التاهل، يمكن هو اللي سجل هدف في مرمى نابولي. صحيح. ليفربول هيبقى عنده مواجهه قويه جدا مع بايرن ميونخ في دور ال 16. اكيد. هيبقى الفتره المرحله الجايه الذهاب هيبقى في انفيلد والعوده هتبقى في ميونخ، ماتش صعب جدا وقوي جدا. لكن اعتقد المستويات اللي بيقدمها ليفربول وبايرن ميونخ يمكن مش في افضل حالاته السنه دي مع
المدير الفني نيكو كوفيتش، فيمكن بالمستويات اللي ليفربول بيقدمها اعتقد ان في فرصه جيده عند الفريق ان هو يوصل مشواره كمان في الشامبيونز ليج، وزي ما انت قلتي بالظبط ده يمكن هيأثر وهيفرق كتير قوي أكيد. مع صلاح في الجوائز اللي هو بيلعب عليها. يمكن مش اي جوائز برضو احنا مستنيينها لمحمد صلاح، احنا اكيد بنتمنى له الفوز بجائزه افضل لاعب في العام عن عام 2019. يمكن برضو في تحدي اخر هو اكيد بطوله امم افريقيا وقياده محمد صلاح اللي اكيد بنعتمد عليه بشكل كبير جدا ان هو ياخد منتخبنا للفوز بهذا اللقب في العام الحالي. طبعا اكيد، لان صلاح يمكن هو اللاعب الافضل في افريقيا سنتين على التوالي، وهو المرشح بقوه جدا رغم ان احنا لسه بدايه السنه، لكن هو المرشح الابرز ان هو يحتفظ باللقب ده للسنه الثالثه على التوالي. اكيد بطوله كاس الامم الافريقيه هي اهم بطوله في القاره السنه دي، فكره ان البطوله تقام في مصر ده بيدينا يعني افضليه اكتر، وان يعني ميزه افضل ان البطوله تتلعب في ملاعبنا ووسط جمهورنا. صلاح دلوقتي زي ما كنا بنتكلم ان هو من اهم مش لعيب افريقيا بس، هو من اهم لعيبه العالم، اكيد العين كلها هتبقى عليه في البطوله دي، وان شاء الله باذن الله يعني يا رب ان شاء الله تبقى لقب ثاني كده لمصر في كاس الامم الافريقيه وتالق معتاد لنجمنا محمد صلاح ان شاء الله في البطوله. ان شاء الله باذن الله. بشكرك جدا استاذ عادل كريم المحلل الرياضي، ونرجع تاني نكمل معاكم اخبارنا العالميه. وبنوصل لموقع اس الاسباني اللي بيقول ان يبدو ان اللاعب الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف نادي يوفنتوس الايطالي الحالي مش مستسلم ابدا في محاولاته لاقناع اللاعب البرازيلي مارسيلو دي سيلفا ان هو يروح لتورينو عشان يلعب مع كريستيانو رونالدو بقميص البيانكونيري. وبتجمع طبعا الثنائي علاقه كويسه جدا، علاقه صداقه قويه قوي كانت اكيد واضحه جدا وبشكل كبير اثناء ما كانوا متواجدين مع بعض في سانتياغو. لكن رحيل صاروخ مدارا للدوري الايطالي عبر طبعا بوابه اليوفنتوس الايطالي في الصيف اللي فات مقابل 117 مليون يورو خليته يحاول ان هو يقنع زميله مارسيلو ان هو ينضم للنادي الجديد. ووفقا للمصادر، المصادر دي قالت ان رونالدو بيتواصل دايما وبشكل منتظم مع مارسيلو وعندهم محادثات كتيره وبيبذل الدوم مجهود كبير جدا عشان يقنع البرازيلي ان هو ينتقل للسيده العجوز في الصيف اللي جاي. مشاهدينا معادنا دلوقتي مع فاصل سريع ونرجع نكمل معاكم بقيه فقراتنا في كلام في الميديا، خليكم معانا. رجعنا سريعا لسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا، وبنوصل معاكم دلوقتي لفقره السوشيال ميديا. هنبتديها بعمرو السوليه لاعب النادي الاهلي اللي نشر صوره على تويتر مع وليد سليمان وكتب الف سلامه عليك يا حاوي. كمان نشر وليد ازارو صوره على الانستجرام وهو بيستمتع بالشمس وعلق وقال فيتامين سي، رغم ان هو قاعد قدام بسينا دي دايما بتحصل يعني لما بيبقى قدامك بحر، بس هو كان بول بس مش مهم عادي. كمان نشرت الصفحه الرسميه لاتحاد الكوره على تويتر صوره لمحمد صلاح بعد ما احرز هدفين في مباراه كريستال بالاس امبارح، وكتب محمد صلاح بقى اسرع لاعب افريقي وعربي يسجل 50 هدف في الدوري الانجليزي، 48 مع ليفربول و2 مع تشيلسي. الفرعون المصري محتاج 2 او احتاج 72 مباراه عشان يوصل للرقم التاريخي ده ويبقى رابع اسرع لاعب يوصل للرقم ده في تاريخ البريمير ليج. كمان نشر أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول على تويتر صوره من مباراه كريستال بالاس اللي انتهت بفوز الريدز 4-3 وكتب فوز عظيم النهارده 3 نقط. نشر كمان جيمس ميلنر لاعب ريدز صوره ليه على الانستغرام من المباراه وعلق وقال عوده رائعه من الشباب اليوم 3 نقاط اخرى. نشر برضو ساديو ماني لاعب ليفربول الانجليزي صوره على الانستغرام من المباراه وكتب احسنتم فوز رائع. نشر اوباميانج لاعب ارسنال الانجليزي صوره برضو من انستغرام من ديربي لندن امبارح واللي انتهى بفوز الجانرز 2-0 وكتب مباراه رائعه لندن لسه لونها احمر. نشر برضو مسعود زال لاعب الارسنال صوره على تويتر من المباراه وكتب تهانينا للفريق كله الليله احسنتم اتمنى الشفاء العاجل لهكتور برلين. كمان الحساب الرسمي لارسنال الانجليزي على تويتر فنشر فيديو للاعب او اللاعبه للاعب بتاعه اوليفي جيرو واللاعب لوران كشورني لاعب تشيلسي الانجليزي وهما بيبدلوا مع بعض التيشيرتس بعد المباراه وكتب نحن نحب مثل هذه الروح. نشر كمان كالسناك لاعب الجانرز صوره ليه على تويتر من المباراه وكتب نتيجه رائعه الليله
حقا كنا بحاجة لهذا الفوز، لا ينبغي أن ننسى هكتور فيرلين. أتمنى لي الشفاء العاجل للجانرز كلهم وراك. بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد كمان نشر صورة على تويتر من المباراة، مباراة برايتون واللي انتهت بفوز الشياطين الحمر 2-1، وكتب فوز كبير مرة أخرى، 3 نقط مهمين أحسنتم. احتفل برضو ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد بالمباراة رقم 150 دي مع الفريق، نشر صورة من المباراة على تويتر وكتب شكرا مسرح الأحلام 150. اسبانيا بقى نشر تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد الاسباني على انستغرام صوره ليه من مباراه اشبيليا في الليجا واللي انتهت بفوز ريال بهدفين نظيفين، كتب مباراه رائعه سعيد بالعوده لحصد النقط الثلاثه. كمان نشر لوكا مودريتش واللي احرز الهدف الثاني صوره على انستغرام لاحتفاله بالهدف وعلق مباراه رائعه 3 نقط في البرنابيو. في فرنسا بقى نشر كيلين مبابي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي صوره على تويتر من مباراه غانغون واللي فاز فيها مبابي وزمايله ب9 اهداف للا شيء، وكتب اداء جميل. مشاهدينا نطلع لفاصل سريع وبعد كده نستقبل معاكم ضيفنا النهارده استاذ محمد صادق الناقد الرياضي ومدير تحرير اخبار الرياضه. رجعنا سريعا لسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا، وبينضمنا دلوقتي استاذ محمد صادق مدير تحرير اخبار الرياضه. مساء الخير على حضرتك، واكيد منورنا في قناه النادي الاهلي وفي برنامج كلام في الميديا. اهلا وسهلا استاذ شيماء، بالتاكيد منور بوجودكم وشنتري منور الشاشه، وبالتاكيد جماهير الاهلي كلهم في يعني بنبقى سعداء بيهم ونلتقي بيهم بالتاكيد يعني. في البدايه طبعا عايزين نتكلم عن لقاء النادي الاهلي الاخير في دوري ابطال افريقيا في المجموعه طبعا الرابعه في ثاني جولات النادي الاهلي اللي كانت قصاد شبيبة الثورة الجزائري، اللقاء اللي اتلعب في الجزائر وانتهى بالتعادل الايجابي 1-1، شفت اللقاء ده ازاي؟ والله هو قبل ما يبدا اللقاء كان لازم نتوقع انه اداء مش هيكون يعني عشان خاطر جماهير الاهلي مخضوضه قوي ان الاداء ما عجبهاش في المباراه، كان لازم نتوقع ان الاداء مش هيبقى بالطفره اللي احنا شفناها او كان كويس في امام فيدا كلوب شويه، لكن كان متوقع. ليه؟ لان احنا بنتكلم عن فريق جزائري دي نمره واحد، جمهور يعني بيحفز فريقه على طول الخط، نمره اثنين والحاجه المهمه جدا ان ارضيه الملعب يعني دي صناعي، فشيء طبيعي انه اداء الاهلي هيختلف تماما عن الاداء اللي بيشوفه في المباريات العاديه، كان يجب ان نتوقع انه الاداء مش هيكون على المستوى المطلوب، ورغم ذلك الشوط الاول كان ممكن جدا الاهلي يخلص المباراه، كان عنده في سيطره، كان في فرص، كان في تحركات كويسه، الشوط الثاني كان من اعتقد ان هو من الاشواط السيئه اللي قدمها الاهلي، ومع ذلك في بطوله افريقيا او في دور المجموعات على وجه التحديد النتيجه لا تهم، اللي يهم النقاط، يعني بمعنى اصح النقاط هي الاهم، لازم النقاط اهم، التاهل للمجموعه او الدور التالي هو طبعا بالتاكيد المهم ان انت اولا تتاهلي لدور الثمانيه دي نمره واحد، يبقى تاخد اكبر عدد من النقاط تتاهلي في دور المجموعات، الفوز على الارض والتعادل بره يكفي، يبقى كويس جدا جدا، وده اللي حققه الاهلي، يعني حقق الهدف المطلوب بنسبه 80%. احنا كجمهور يمكن كمان النادي الاهلي دلوقتي متصدر مجموعته بعد ما انتهت الجوله الثانيه من المجموعه الرابعه، فالنادي الاهلي هو المتصدر المجموعه باربع نقاط، ودي ده دي الحاجه المهمه الثانيه، ان احنا البدايه للاهلي هذا الموسم في دور المجموعات تختلف عن البدايات في اكثر من موسم مضى. صحيح، ان الاهلي كان الاول يا اما بيتعادل ويفقد نقاط على ارضه او يلقى هزيمه او يجمع ياخد من المباراتين الاولين نقطه واحده زي ما حصل في النسخه الاخيره، لكن المره دي بياخد 4 نقاط من اول مباراتين، فالبدايه جيده جدا ومبشره اذا ما وضعنا في الاعتبار الظروف الصعبه جدا كمان اللي بيمر بها الاهلي على مدار الشهرين الاخر من يوم ما فقد لقب دوري الابطال التاريخ طبعا البطوله العربيه، وبعدين البطوله العربيه، وبعدين اهتزاز المستوى في الدوري المصري، في الدوري، وبعدين العدد الكم الهائل من الاصابات. صحيح. كل ده يخلينا نقول ان النتيجه مرضيه للغايه، والنقطه من فريق جزائري على ارضه
نقطة كويسة جدا جدا. صحيح. ويمكن دي كانت من أهم تصريحات مارتين لاسارتي اللي قال إن النتيجة عادلة بالنسبة له ومرضية جدا بالنسبة له. قال كمان إن هو كان محطوط في ظروف صعبة، وهي طبعا كمان إن النادي الأهلي بيلعب من غير مهاجم صريح أو من غير رأس حربة، وده أكيد بسبب الإصابات الكتير جدا اللي عندنا، صلاح محسن، مروان محسن، وكمان وليد أزارو. فقال يعني من تصريحاته إن النتيجة دي بتعد نتيجة طيبة في ظل الظروف اللي بيعاني فيها النادي الأهلي في الفترة الحالية. لكن لو سألت حضرتك عن طريقة إدارة مارتين لاسارتي للقاء ده في ظل الغيابات وإيجاده للبدائل، شفتها إزاي؟ يعني هو بيعمل نوع من أنواع التوفيق والتبديل، لأن هو ما فيش بدائل قدامه، يعني ما عندوش بدائل موجودة. أغلب اللاعبين لإما عائد من إصابة زي جونيور أجاي، لإما حالته خايف على رجله أو خايف كده. إحنا كلنا كنا وليد سليمان بيشارك وخايفين عليه من الإصابة. يعني أنا قبل المباراة كنت متوقع، يعني حاطط ايدي على قلب وليد سليمان يصاب. ليه؟ لان هو من المعروف عنه انه ما بيلعب على ارضيه ترتان بيبقى فيه تاثير على ركبته، فده كان من احد المخاوف الموجوده. نصرتي استطاع ان هو حسب الامكانيات الموجوده المتاحه عنده، ما عندوش خط نص، هشام محمد وحسام عاشور كله مصاب، فرمضان صبحي كويس ان هو عمل جهد وعمل وكان بيسحب الفريق شويه، وليد سليمان على قدر الفتره اللي قضاها، رغم ان هو من الممكن يكون كان بيعاني اثناء الشوط الثاني من الاصابه شويه او من الارضيه شويه من صلابه الارض. ومع ذلك نقدر نقول ان الاهلي حقق المطلوب زي ما بيقول نصرتي. وانا شايف ان الراجل لسه ما زال في مرحلة التعرف على اللاعبين، بمعنى أصح إن هو ما عندوش القوام الأساسي ولا التشكيلة الأساسية اللي يقدر يعتمد عليها. ده هو بيدوبك بيحاول بقدر الإمكان إن هو يعمل شوية تبديل وتوفيق زي ما قلنا عشان يمشي الأمور وياخد مباراة بدون أن يخسر خسارة كبيرة أو يخسر نقاط أو كلام من ده. فبأقل الخسائر قدر يخرج أنه خسر نقطتين، لكنه في نفس الوقت يعني حضرتك شايف إزاي الانتقادات اللي بتوجه للاسارتي في الوقت الحالي؟ لا ده مجنون اللي وجه له الانتقادات. الراجل النهاردة بيلعب ثلاث مباريات، في مباراة في الدوري ومباراتين في دوري أبطال أفريقيا. ما ينفعش أن احنا نوجه انتقادات. أي حد بيقول أنه مدرب جديد يعني ثلاث أربع خمس مباريات عشان خاطر تعرف، وبعدين هو النهاردة مش جاي على فرقة جاهزة. في مدربين بيروحوا على فرقة جاهزة وعناصرها مكتملة، ما عندهاش غيابات، ما عندهاش إصابات، ما عندهاش كده، فيبقى شايف الفرقة مرة واثنين وثلاثة. لكن ده نعتقد ان هم لو إدارة الأهلي او إدارة الكرة في الأهلي جابت له شرايط المباراة، هيلقى كل مباراة في تشكيلة مختلفة عن التانية. يعني ممكن يلقى تسجيل لمباراة في مروان محسن، وبعدها بقى اربع خمس مباريات فيها صلاح محسن اللي ورا، وهكذا. فمعنى ذلك الراجل ما حطش ايده على اي نوع من انواع التشكيله الثابته، ومع ذلك بيحاول بقدر الامكان في ضيق الوقت ان هو يقدر يلملم التشكيله اللي عنده ويقدر ياخد بها مباريات. صحيح. طيب لو اتكلمنا عن الكبوات اللي عدى بيها النادي الاهلي في الفتره الاخيره، يعني خساره دوري ابطال افريقيا، البطوله العربيه، الاهتزاز في المستوى في الدوري المصري، وكل اللي حصل ده كان سببه هو سبب واحد بس، والاصابات طبعا بتؤدي لغياب اهم العمائد والمراكز يعني الاساسيه جوه النادي الاهلي. شايف الاصابات دي سببها ايه؟ طبعا لم يحدث، مش عايز اقول لاي فريق مصري انه يتعرض لهذا الكم الرهيب من الاصابات المتتاليه، لم يحدث باي حال من الاحوال. انا شايف انه الاصابات في حد ذاتها اهم عناصر فقدان الاهلي للقب بطوله دوري ابطال افريقيا، دي نمره واحد، واهتزاز نتائجه فيما بعد. ان النهارده لما يكون عندك من 9 ل10 ل11 لاعب مصاب ومن العناصر الأساسية، والفترة اللي بياخدها كل لاعب عشان يرجع شهرين على الأقل، ده أهم عنصر من عناصر الاهتزاز في النتائج. وعشان كده أولا أي فريق في الدنيا ما بياخدش بطولات على طول، ما بياخدش بطولات. مفيش، كل حتى برشلونه نفسه بيجي له فتره سنه وسنتين وثلاثه ممكن ياخدش بطوله الدوري او ما ياخدش بطوله اوروبا او كذا. بس المشكله ان جماهير النادي الاهلي مش قادره تتقبل ده ابدا. لا هو طبعا الجمهور يعني يمكن النادي الاهلي دايما كان معودهم على الفوز، فبقى يعني اصبح ان هو ده حق مكتسب. لا هو حق مكتسب بالنسبه للقب المفضل اللي هو بطوله الدوري. احنا كجمهور
او كجمهور الاهلي بصفه خاصه عنده لقب الدوري ده بطوله مفضله ولا يمكن التنازل عنها، لكن بطولات الافريقيه والبطولات العربيه نادرا ما بتغيب عننا بطوله الدوري دي نادرا ما تغيب، لانه انت اللقب المفضل للجماهير هو بطوله الدوري. أكيد. لكن بطوله افريقيا انت بتلعبي 54 فريق في افريقيا. صحيح. يعني كمان وصولك للنهائي وتوصل للنهائي سنتين ورا بعضيهم معناها ان انت جدير بالمكانه اللي موجود فيها، فمعنى ذلك انت مش سيء، انت مش سيء ولا حاجه، لا الظروف هي ممكن جدا تخسرك بطوله وممكن تخليك تفقد لقب، لكن مش معنى ذلك ان انت فريق سيء او كده. والنتائج النهارده مش كويسه، الخروج من البطولات في بطولتين متتاليتين ولا حاجه ده امر خارج عن الاراده، عادي جدا جدا، على الجماهير ان تصبر وان تصبر اكثر واكثر على العناصر الجديده المنضمه للاهلي، بمعنى صح فتره انتقالات شتويه مش كل لاعب جاي النهارده مع عصا سحريه هينزل يجيب جوال للاهلي او هينزل يجيب انتصارات والاهلي يفوز 3-4 وكلام من ده، لا ده الوقت النهارده لما تكوني عامله 6 أو 7 صفقات عايزين يتاقلموا وينسجموا وينسجموا مع مين؟ مع عناصر بديله مش مع عناصر اساسيه، لسه لما ترجع للعناصر الاساسيه تنسجم معاهم يبقى احنا محتاجين وقت، على الجمهور ما يستعجلش، على الجمهور ان هو يراعي ان عمليه الانسجام في كره القدم بتاخد وقت، على الجمهور ان يراعي ايضا ان المدرب من حقه انه ياخد وقت او الجهاز الفني من حقه انه ياخد وقت عشان يعمل الهارموني المنسجمه بين المجموعه كلها في المرحله اللي جايه. صحيح. طيب لو هنتكلم عن البطوله المفضله زي ما حضرتك بتقول النادي الاهلي هي الدوري المصري الممتاز، وطبعا اللي فاز بيه النادي الاهلي 40 مرة قبل كده. يمكن كمان يعني الفرق كلها في الدوري المصري ما فازتش بنص العدد ده من الالقاب اللي فاز بيها النادي الاهلي. لو هنتكلم عن الدوري في ناس دلوقتي بتقول ان خلاص الدوري اتحسم، رايك ايه في الكلام ده؟ لا طبعا هو احنا النهارده بنتكلم عن الدوري اتحسم، يعني لما نحب نقول الدوري اتحسم لازم نبص للنقاط والترتيب وفارق النقاط بين الاول وبين الاهلي. صحيح. اللي هو صاحب الايه المقرر او حامل اللقب. لو شفنا الفارق في النقاط بين الاهلي والزمالك هنلقى ان الفارق هيبقى فيه 9 نقاط. 9 نقاط دول مع الاعتبار انه في مواجهتين الدور الاول لسه. اولا خلينا نتكلم في الدور الاول. صحيح. الدور الاول لسه ما خلصش، الاهلي لاعب النهارده 14 مباراه من 18 باقي 4 مباريات في الدور الاول للاهلي، ثم الدور الثاني بالكامل. ثم الدور الثاني فلسه بدري جدا. دي نمره واحد. نمره اثنين، في مواجهتين بين الاهلي والزمالك ب6 نقاط. صحيح. الاهلي والزمالك مش الاثنين اللي في المنافسه، لا ده في فرق صغيره النهارده بتعمل مفاجات وبتعمل اداء كويس جدا وبتعمل نتائج كويسه جدا. التعادل في اي مباراه من المباريات بيفقد لاي فريق نقطتين. صحيح. فاكيد يعني مطالب مننا دلوقتي ان احنا ما نشوفش غير الفوز في اللقاءات اللي جايه كلها. ده هو ده اللي هو مفترض، ان الفرقه اللي عايزه تاخد اللقب لا تنظر الى نتائج الاخرين، تحقق الانتصارات اولا. صحيح. ويما نوصل للمنافسه او لما نوصل للمقدمه يبقى في الحاله دي نبدا نخش عمليه حسابات ونشوف القصه هتمشي ازاي، لكن المنافسه في الملعب، ولسه نقدر نقول انه لن يتحدد بالشكل اللي انا شايفه، لن يتحدد بطل الدوري الا في اخر 5 أسابيع من المسابقه، يعني قبل اخر 5 أسابيع نقدر نقول لا ده فلان قرب، الفرقه دي قربت، لا الفرقه دي بعدت خلاص. لكن لغايه ما يحصل الكلام ده معانا ما يقرب من 15 مباراه ممكن جدا تتقلب فيها الموازين والحكايات كلها. وما تنسيش ان الدور الثاني هيبقى اصعب كثيرا من الدور الاول، لان في فرق هتبقى معرضه للهبوط فتبقى محتاجه ان هي تاخد نقطه واحده. أكيد. فهتخش قدام الاهلي وقدام الزمالك وقدام بيراميدز ايضا بشكل مختلف، هتخش عشان مستقتله، يعني هتقفل عشان خاطر تاخد النقطه باي طريقه. أكيد. ولو خدت نقطه من الاهلي او الزمالك او الفرقه الثالثه هيبقى خدت منه نقطتين، ضيعت عليه نقطتين، فاذا الفارق يضيق فورا وبسرعه. فاحنا نترقب سخونة في الدور الثاني منتظرة بالتأكيد. طيب نرجع مرة تانية لمباراة أول امبارح والدوري أبطال أفريقيا، شفت بقى إزاي شبيبة الثورة الجزائر، شفت الفريق ده إزاي؟ يعني خلينا واضحين إن إحنا من أول لحظة في القرعة كنا متأكدين أن فريق شبيبة الثورة مش فريق سهل. لا أنا كنت شايف إنه فريق سهل.
ليه؟ لانه اولا ليس له تاريخ في البطولات الافريقيه، ليست له خبرات في البطولات الافريقيه، ان هو يوصل لدوري ابطال افريقيا ده شيء وارد، ما فيش مشكله خالص، لكن مش هو الفريق البعبع اللي ممكن نخلي، يعني مش هو فيدا كلاب، مش هو سيمبا التنزاني اللي بيشارك على مدار اكتر من 20 نسخه في دوري الابطال. فهو كان ترتيبه وكان وضعه ان هو رابع الفرق الموجوده في المجموعه، فاذا لابد ان تاتي نتائجه سيئه. لكن المباريات ليها صعب، واحنا عاد بنشوف فرق في الدوري المحلي بتبقى صاعده حديثا للدوري الممتاز وبتعمل نتائج كبيره مع فرق عريقه، فالمفاجآت وارده. لكن كنت شايفه يعني لما شفنا المجموعه بتاعتنا شباب الثوره فريق صاعد حديثا ودخل حديثا لدوري ابطال افريقيا، فبالتالي اكيد هو في الحاله دي، يعني في الحاله الحاليه ليه فهو فريق قوي، على عكس بقى ان احنا بنتكلم عن انديه اخرى بنتكلم عن تاريخها وعن فرق يمكن بقى لها 30 40 سنه او عن القاب بقى لها 30 سنه. ف يعني احنا بندور على الخبرات الافريقيه، يعني يعني المحك الرئيسي للخبرات الافريقيه بتاع الفريق نفسه، لكن هو فريق ممكن يكون صاعد جديد وعنده طموح ان هو يعمل حاجه كويسه قدام بطل افريقيا، قدام الاهلي بطل افريقيا او بطل القرن. فيبقى هو الداخل عنده طموح ان هو يثبت الوجود ويثبت الذات، فعنده يعني دوافع اكتر. صحيح. فممكن جدا يقدم اداء عالي رغم ان هو مش في امكانياته يقدم الاداء العالي ده. ومع ذلك احنا مثلا فريق الاثيوبي جيما اول مره او ثاني مره يلعب في دوري ابطال افريقيا، ومع ذلك قدم اداء كويس وخرج من صحيح. البطوله. فمش الحماس مش هو كل شيء، وان هو جديد على البطوله فيبقى حظوظه قليله جدا، مش ممكن هيعمل مفاجاه ويوصل للدور قبل النهائي ولا كلام من ده، وده الشيء الطبيعي بتاعه. وانا بتوقع ان ترتيب هذه المجموعه سيظل كما هو اليوم في اخر الجوله الخامسه، بمعنى صح الاهلي ان شاء الله باذن الله ومتصدر المجموعه، يليه فيتا كلاب ثم التنزاني واخيرا شبيبه الثوره الجزائري. يعني ممكن نحكم على المجموعه دي في ظل طبعا خبرات كل الفرق اللي فيها او الالقاب اللي تم تحقيقها قبل كده للفرق دي في دوري ابطال افريقيا؟ طبعا، يعني احنا نقدر نقول ان الاهلي وفيتا كلاب هيكملوا وممكن يوصلوا للنص النهائي بسهوله، لان هما الفرقتين كويسين، باعتبار ان الاهلي وصل للنهائي ولم يحالفه التوفيق في البطوله، وفيتا كلاب ايضا وصل للنهائي كاس الاتحاد الافريقي ولم يحالفه التوفيق، فممكن جدا الفريقين دول يكونوا موجودين في نصف نهائي بطوله دوري ابطال افريقيا. طيب دلوقتي في خمس لعيبه وفي مكانين بس هم اللي فاضيين او اللي فاضلين للنادي الاهلي ان هو يسجلهم قبل يوم 30 يناير الحالي، وفي خمس لعيبه دلوقتي بيفاضل ما بينهم لاسارتي ان هو يقيد منهم اثنين، شايف مين الاقرب؟ والله انا شايف ان في ثلاثه مفترض الاثنين يكونوا من بين الثلاثه دول، يعني الخمسه على العين والراس ما فيش مشكله، والذي لم يقيد في افريقيا ما يزعلش، لان في بطولات كتيره جدا وفي بطوله محليه، بطوله دوري وبطوله كاس. لكن الثلاثه انا بعتقد انه صالح جمعه بات قيده ضروره رغم ما عليه من ملاحظات ورغم عدم انتظامه ورغم عدم امتثاله ورغم عدم التزامه، لكن هو مهم جدا في خط الوسط عشان يعوض غياب وليد سليمان اللي ممكن يغيب لمدة شهرين على الأقل. نمرة اتنين يليه مباشرة أحمد الشيخ لنفس السبب، عشان خاطر برضو أحمد الشيخ هو لعيب كويس وما نحكمش عليه في الفتره اللي لعبها وبعدين اصيب وابتعد. احنا لو احمد الشيخ خد مباريات ورا بعضيها هيدي اداء افضل. فاحمد الشيخ انا اعتقد لو ان هو مرشح رقم اثنين ان هو يكون في القائمه. الثلاثه عشان خاطر خط الدفاع يبقى مكتمل، يبقى لازم يكون رامي ربيعه، ده اذا ما جه التقرير الطبي يقول ان هو لا قدر الله جاهز 100%، جاهز مليون في المية، وانه غير قابل مثلا، يعني دي في علم الغيب طبعا، لتعرض لاصابه او تجدد اصابه. ودي تتعرف ازاي؟ ودي ما حدش يقدر يعرفها. صحيح. بس احيانا بيبقى في لاعب عنده اصابه من الممكن، انا ما اعرفش حجم
من الاصابه ايه، ممكن تكون مزمنه او ممكن تكون بتروح وتيجي، في الحاله دي هنضيع المكان. ممكن بيكون كمان في بعض الاوقات او بعض الاحيان بيكون في سوء توفيق او في سوء حظ، يعني بنشوف حسام عاشور بيجي له يعني حاجه في الانكل، بينزل يجي له خبطه في الركبه او جزع في الركبه كده، نشوف رامي ربيعه يقعد كتير قوي مش موجود وغايب، ينزل يتكسر. ليه بيحصل كده؟ دي حاجات غريبه جدا. ياما ربيعه يعني تعافى من اصابته الاساسيه اصيب بكسر في الايد، يعني حاجه غريبه جدا يعني، وفي تمرين يعني مش في يعني مجرد وقع واتكسر وحط جبيره، فما ينفعش يلعب بالجبيره، فده سوء الحظ اللي حضرتك بتقولي عليه. لكن في بعض اللاعبين ما تقدريش ان انت تحطيها اساسي، يعني خلاص يعني حسام عاشور يعني ادى كثيرا جدا واعطى الاهلي كثيرا جدا جدا، والاصابات وارده مع التقدم في السن، فالاصابات وارده مع والله يا استاذ محمد الاصابات دي مالهاش دعوه بالسن، بنشوف لعيبه صغيرين يعني ما لحقوش يلعبوا نص ساعه وبينزلوا صابوا ويقعدوا سنه في البيت. يعني في ناس كثيره بتتكلم على قصه الاصابات وناس كثيره برضو وجهات نظر تحترم، انه ممكن من الممكن يكون في حاجه غير بعيده عن الملاعب، معنى اصح يعني مش مجرد ملعب سيء او مجرد عنف في التدريب او مجرد احمال زايده او مجرد سوء تشخيص للطبيب، يعني الحاجات دي كلها في اسباب اخرى. واذا كان البعض بيتنظر بقصه الحسد وقصه الاعمال، فبقول لك لا، ده الحسد موجود ومذكور ومذكور طبعا دينيا ما فيش اي مشكله خالص، والسحر موجود ومذكور، واخد بال حضرتك؟ يعني ما نستبعدش اي سبب من الاسباب دي كلها، لانه الساحر كافر وبيستعين، معلش يعني رأي ممكن يصدم البعض، ولكن الساحر كافر وبيستعين ايضا بشيطان عشان ينفذ بعض الحاجات. بس احنا عارف يعني في فكر النادي الاهلي، احنا يعني مش عايز اقول لك احنا لا نؤمن بالحاجات دي، بالتأكيد. لا طبعا، لكن عمرنا ما بنروح للحته دي ونتكلم فيها او نحط عليها يعني نعل عليها شماعه الاخفاقات اللي بتحصل او حاجه. هو ان احنا بنقول هو قضاء احد وقدر الاسباب، ده احد الاسباب، قضاء وقدر من عند ربنا، ممكن يكون موجود. أنا بقول يعني إيه؟ لما نقعد نقول من 1 لـ10، رقم 10 ممكن يكون ده السبب الأساسي. خلينا نروح لصفقات النادي الأهلي الجديدة، يعني شايفها إزاي؟ شايف إيه أفضل صفقة؟ شايف مين الصفقة اللي ممكن تأثر بوجودها على النادي الأهلي وتغير من المستوى الحالي أو من الأداء الحالي؟ شوفي، هو أولا 7 صفقات للأهلي، الـ7 صفقات كويسة جدا، تم اختيارهم بعناية. صحيح. بعناية فائقة، وإن هم إلى جانب صغر السن ممكن جدا يدوا ويبقى مؤثرين. أنا من وجهة نظري إن إحنا ما شفناش جيرالدو حتى الآن، إحنا شفناه في نص ساعة بس، لكن ده صفقة مبشرة إن هو ممكن يكون مهاجم من طراز جيد جدا جدا، عندما يعود من الإصابة ممكن جدا يكون له تأثير. أنا شايف برضو أن حمدي فتحي لاعب من السابق، لاعب مهم جدا. صحيح. ولاعب تكتيكي وممكن يعتمد عليه وممكن يكون له دور. طبعا بالتأكيد قبل الاثنين دول كان محمد محمود، يعني قبل الاثنين دول كان محمد محمود هو رقم 1، ان شاء الله يرجع بالسلامة. وطبعا نتمنى ليه ان شاء الله، طبعا بالتأكيد هو لاعب صغير السن، وان شاء الله الإصابة يقدر انه يتعافى منها من الجراحة بسرعة، 5 شهور يعني مش بعيد قوي، الدوري لسه مستمر لغاية أغسطس القادم ولا بعد أغسطس كمان، ممكن سبتمبر، فشيء طبيعي ممكن جدا يلحق ويلعب تاني في الدوري. فالثلاث صفقات دول انا بحطهم في المقدمه. حسين الشحات طبعا الضغوط شديده عليه، الضغوط شديده. حسين لغايه دلوقتي زي الشاعر الراجل بيقول ايه، او الراجل المثل الشعبي بيقول لك ايه، ما بينش كرامه. لا، هو كويس ولاعب كويس بس عايز يتاقلم. هو عشان يتاقلم هو راح، على فكره لما راح مع العين الاماراتي مش من اول يوم جاب اجوان ومن اول يوم عمل صلاه، لا قدر يلعب ماتش واثنين وثلاثه ينسجم. فلازم ينسجم. اولا هو جايب حماس، والحماس ده بيولد ضغوط عليه هو شخصيا. صحيح. قبل ما يكون بيولد ضغوط على الجهاز التدريبي. فاحنا ما نستعجلش على حسين الشحات، وانا يعني بذكر في هذا الكلام ان هو قال تصريحات كويسة وطيبة جدا لأخبار الرياضة. قال يعني أرجوكم ما تستعجلوش وارحموني شوية من الاستعجال، اصبروا شوية إن شاء الله القادم أفضل. يعني معنى ذلك هو واثق من نفسه وعنده استعداد إنه هو يدي كتير جدا. فحسين الشحات
عندما يعود او يرجع بمستواه اللي ظهر به مع الهلال الاماراتي ومع مصر مقصه بعد كده هيبقى من اهم الصفقات اللي عملها الأهلي. محمود وحيد ما شفناش، لكن احنا شفناه في المقاصه، بس ما تقدريش تحكمي على اي لاعب لعب في نادي اخر الا يما يلعب مع الاهلي. صحيح. احنا ما شفناش وحيد في لعيبه كتير جدا كانوا بيتالقوا مع انديتهم يجوا في النادي الاهلي ما بنشوفهمش بالمستوى المطلوب بينطفي منه. يعني يا صابر الرحيل ما احنا كنا شايفينه مع الزمالك ومع مصر مقاصه، وجه مع الاهلي ما عملش حاجه مع احترام الشديد، لكن ما اثبتش يعني قماشه الاهلي او بمعنى صح فانيله الاهلي. من الممكن ان هي تكون عبء على لاعب ما عندوش القدره ان هو يحملها. ما هو ميدو جابر بيتالق كتير جدا جدا مع المقصه وبيكسر الدنيا، ومع الاهلي الجماهير غير لغايه دلوقتي مش شايفه منه الحاجه الكويسه. نفس الكلام اسلام محارب كان مع سموحه مكسر الدنيا، لكن مع الاهلي لسه. مناسبه سموحه واللعيبه اللي جايه من سموحه، ياسر ابراهيم. ياسر ابراهيم مكسب طبعا لاي فريق، لان هو مدافع قوي. صحيح. عنده جرأه يعني من احسن المدافعين اللي موجودين في الدوري المصري، عنده عنده خبره، وكمان لازم نتكلم ان في ندره جد كبيره جدا في المركز ده في الدوري المصري. وانا اعتقد ان ياسر ابراهيم بوصوله لخط الدفاع الاهلي هيبقى عنصر من العناصر الاساسيه في منتخب مصر في كاس الامم الافريقيه اللي جايه. لانه برضو احنا اذا كنا بنعتمد على احمد حجازي عشان عنده خبرات افريقيه مع المنتخب الاولمبي كمان، وعنده هيبقى ليه مكان في المنتخب الاول، لانه هو لاعب زي ما بقول لحضرتك جريء، وعنده قوه، وعنده استعداد ان هو يبذل جهد كبير جدا، فهيبقى مكسب للخط الاعلى. اخيرا عايز اسالك عن لقاء يوم الخميس القادم، اللقاء المؤجل من اسبوع ال 11 من الدوري المصري الممتاز. اللقاء هيكون قصاد مصر المقاصه على ملعب برج العرب، اكيد ما هوش لقاء سهل في ظل طبعا ان فريق مصر المقاصه ده فريق محترم جدا، واكيد بيقوده جهاز فني متميز للغايه. هو لقاء صعب، التوقيت بتاعه صعب، انه الاهلي بيلعب على ثلاث نقاط مش بيلعب على اي حاجه تانية في هذا التوقيت، فيبقى ده بيخلي صعوبه اللقاء. لكن اعتقد ان الاهلي في لقاءاته مع المقاصه بيبقى ليه زي ما بتقولي كده، يبقى الكعب عالي شويه، يعني كعب الاهلي عالي على بعض الفرق، فمهما يقابله ومهما يكون في افضل حالاته فكعب الاهلي ان شاء الله عالي، يقدر النهارده يقدر الاهلي يقدم مباراه كويسه، يقدر يحقق نتيجه كويسه. ومع ذلك لا نستهين بواحد زي جون انطوي وباولين فوافي لاعبي مصر المقاصه، لازم المدرب ومعاه محمد يوسف عندهم خط طبعا يكون عندهم جدا. فكره كويس جدا ويقدروا وشمل سبيكلي ده الوافد الجديد، هو لاعب كويس في اي مكان بيروح بيبقى لاعب كويس. صحيح. فلازم يبقى فيه في الحسابات ان الثلاثه دول هم مكمن الخطوره في مصر المقاصه. فما عدا ذلك دفاعات مصر المقاصه عاديه جدا وبتستقبل اهداف كثيره، ما فيش اي مشكله، وخسر نقاط في بدايه الدوري، مش هو الفريق البعبع اللي يخلي واحد يبقى خايف من مباراه. ولكن يمكن نقول ان نقطه قوته في الهجوم، في خط هجومه. صحيح. بالتاكيد. صحيح. بالتاكيد. استاذ محمد صادق رئيس تحرير اخبار الرياضه، نورتنا اكيد النهارده في كلام في الميديا، اكيد استمتعنا بوجود حضرتك معانا في قناه الميديا الاهلي. انا مدير تحرير اخبار الرياضه وما تديناش في داهيه عشان رئيس تحرير الاستاذ ايمن بدره وممكن يرفدني. مش انت بس اللي هتروح في داهيه، انا كمان. شكرا جزيلا استاذ محمد صادق مدير تحرير اخبار الرياضه، نورتنا النهارده في كلام في الميديا. مشاهدين قناه النادي الاهلي بشكركم جدا على حسن المتابعه، اشوفكم بكره ان شاء الله الساعه 5 مساء في حلقه جديده من كلام في الميديا.